إذا كان حزب الوفد هو أقدم الأحزاب وأكبرها، شايف إن تقسيم الدوائر في القانون الجديد بيبقى أصبح شرط معجز بالنسبة له، ماذا عن الأحزاب الأخرى؟ وهل فكرة القايمة المطلقة اللي تنجح كلها تسقط كلها يحقق العدالة في التمثيل في البرلمان القادم؟ كنت سألت هذا السؤال للأستاذ ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. طبعا القانون الجزء الكوتا، أنا بسميه كوتا لأن هي ليست قائمة، يعني أنه الكوتا كمان عاملة التزام على الأحزاب أنها تدور على 8 مصريين عاملين في الخارج لا يكونوا حاملين للجنسية المصرية، للأسف الجنسية أجنبية، مزدوجي الجنسية. وده يعني ده يستبعد على فكرة معظم العاملين في أوروبا وفي أوروبا وأمريكا، يعني أنا هجيبهم بس من دول الخليج. يعني مسألة أخرى، يعني قانون غريب. مين هيقدر يمول حملة إعلامية وإعلانية لقائمة في ربع قطر المصري وفي قائمة 45؟ انتوا حزب الوفد اللي بتقول الكلام ده، مين يعني حضرتك بتتكلمي النهاردة؟ يعني سيادة النائب بيقول لنا مثلا في دايرة فردية، النائب بيصف ايه النهاردة عشان انا اقدر اعمل دايرة في من شارع النيل هنا لغاية السودان بما فيها حلايب وشلاتين والنوبة واسوان والاقصر ويعني وبني سويف والمنيا؟ مسألة وتتولاها مين بقى في الانفاق؟ نص القائمة امرأة، يعني عاوز ادور على 21 امرأة محتاجة دعم الحزب كمان ودعم، يعني قانون مباشر حقوق سياسيه كمان عامل كمان التزام على الاحزاب انها ما تتبرعش باكتر من 2% من قيمه الحمله، يعني مرشح حزبي ما اقدرش اتبرع له اكتر من 2%. يعني لا ده هو كده بيجي على يعني حتى الحزب مش قادر يدعم مرشحه مثلا بالصبع. ولا بيمول حملته من فين؟ يعني المليون جنيه اللي يعني تم اشتراطهم في القانون، 2 مليون جنيه على في النص الماده بوضوح انه لا يزيد قيمه ما يتبرع به فرد او حزب عن 2% حتى لو كان الحزب اللي بيمول اللي بيرشحه، حتى المرشح حزبي، لأن دي قاعدة عامة. كل هذه العوار والتشوهات بالإضافة إلى أنه لم يطرح إلى الآن حتى في الفرد بقى الدوائر وتقسيماتها. طب أنا عايز أسأل سؤال، يعني قبل حتى ما نتكلم على التفاصيل، إيه اللي حصل أن مشروع القانون طرح ومفترض أنه أحيل للحوار المجتمعي فترة أيا كانت طويلة أو قصيرة قبل ما الحكومة تقره وترفعه للرئيس عادل؟ حقيقي لم يطرح للحوار يعني تقدمنا بأوراق. أصلا أنا ممكن أرجع وأقول إن الحوار هيتم زي ما كان بيتم أيام زمان أيام نظام مبارك، إن أنا عندي أحزاب كثيرة جدا 140 حزب، أقعد مع 104 حزب أسمع آرائهم. إنما الأحزاب الأربعة الرئيسية اللي هي خاضت الانتخابات وعندها نواب في البرلمان يعني لم يؤخذ برأيهم. يعني احنا اعترضنا طرح عليكم القانون وقدمنا ملاحظات وقدمنا، واحنا قلنا ليه 50-50؟ لأن أنت هتحط لي في الحقيقة وسط ال 50 20% الكوتا اللي أنا مضطر إن أنا أقبلها. فحتى لما تديني 50 قوائم و50 فردي هحط جوه القوائم 20% اللي هي الكوتا. هل أنتوا بلورتوا موقف حزب الوفد؟ بلورنا وبعتنا يعني. يعني أنتوا قابلين القانون ده ولا لأ؟ لا هل لا. هترفعوا للرئيس الجديد؟ احنا مش قابلين القانون ولا بكرة؟ رسميا مش قابلين القانون تماما. وطبعا احنا دلوقتي القانون صدر خلاص في اليوم الأخير للرئيس عدلي منصور. احنا أملنا إن احنا نبتدي حوار جديد مع الرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، ان احنا نبتدي معاه حوار اخر حوالين هذا القانون. اذا تم صدور القانون وتم التمسك به بهذه الطريقه وده الموجود، هل حزب الوفد ممكن يهدد بعدم خوض الانتخابات؟ لكل يعني شوفي لو سالتي كل عضو هيئه عليا في الوفد قراراتنا كلها بتطلع 55-45، يعني ياسر حسان انا نفسي ساصوت لعدم خوض الانتخابات، غيري ممكن يصوت لخوض الانتخابات، يعني كل واحد بيعبر عن رايه. انما يعني سندرس لوقتها يعني لان انا اتوقع وعندنا امل شديد ورئيس الحزب الدكتور سيد البدو عنده امل شديد انه هيستطيع انه يعني يعدل هذا القانون بعد يعني تولي الرئيس المشير السيسي. استاذ محمد خليفه، القانون بصيغته الحاليه هل هو قانون قابل للحياه، قابل ان هو ممكن يتعمل فيه نوع من انواع الالتقاء على منتصف الطريق؟ واذا استمر بالشكل ده تعليقك عليها هيكون ازاي؟ تأثيره على شكل البرلمان القادم هيكون ازاي؟ شوف حضرتك، انا بالنسبة لي كمحمد خليفة كراجل صاحب مشروع قانون هو يعتبر الاساس بتاع اللي حاصل ده كله، شهادت مجروحة في الموضوع ده لسبب ان انا اكيد مقتنع بالمنتج بتاعي، فالمنتج الاخر مش هكون مقتنع بالقدر اللي يخليني اجاوب بنعم على هذا السؤال. ايه اللي خلاك فكرت في حكايه 80-20 اللي اثرت لغط بين الاحزاب؟ نتيجه الحوار الوطني اللي اداره السيد رئيس الجمهوريه في نهايه عام 2013. يعني انت شايف ان الاحزاب يعني هم كانوا بيوزعوا زي نتيجه الحزاب نتيجه الحوار الوطني، واذا كانت الاحزاب معظمها على راسها حزب الوفد كانت معترضه على هذه النتيجه. بعض اصدقاء حضرتك حضرت هذه الحوارات
كلهم اكدوا لي ان في استمارات كانت بتوزع عليهم وبيكتبوا وفي الاخر بيعملوا فحص لهذه الاستمارات ويستخلصوا نتائج ويعلنوها. يعني اكدوا حضرتك ما اطلعتش على النتائج؟ لا اطلعت على النتائج لا وجها يعني مباشره لا من خلال اصدقائي اللي كانوا بيحضروا الاجتماع. ليه حضرتك متصور ان انت الوحيد اللي قدمت مشروع للقانون؟ ممكن يكون في مشاريع تانية قدمت وفي النهايه انا بتكلم في نقاط محدده حضرتك في نقاط محدده يعني المشروع على الاقل في 15 نقطه حاجات جديده متاخده زي ما هي حتى في التعديلات الاخيره يعني حضرتك انا عامل مذكره شارحه فيها عيوب فيها خطوره عدم الدستوريه ده القانون اللي طلع دي بعتها للجنه عن طريق الايميلات وعن طريق التواصل المباشر مع بعض ده بعد صدور القانون ده بعد صدور المشروع اللي هو من اسبوعين بعد المشروع مش القانون على فكره القانون صدر بالفعل يوم الخميس الماضي او امبارح لكن المشروع صدر من اسبوعين وطرح الحوار المجتمعي المفروض اللي ما كانش فيه اصلا حوار تمام كده القانون بالحاله دي كان فيه خطوره هم في القانون بقى المنتج النهائي في حاجات تم مداركتها من يعني مثلا انا جاي في اول شبهه عدم دستوريه الجمع بين اكتر من محافظه في دايره واحده لان الماده 102 اكدت على تمثيل عادل للمحافظات يعني كل محافظه وحده انتخابيه بذاتها لابد انها تمثل امال ليه حضرتك بتقول ان الدايره واسعه بتشمل اكثر من محافظه وبتقول ده عيب المنتج ده عيب انا متفق مع سياده النائب انه ده عيب الدكتور بيتكلم من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الانتخابيه انا بتكلم من الناحيه الدستوريه هو اصلا مش ما لا يجوز ان نجمع بين اكثر من محافظه في دايره واحده الا اذا وضعنا نظام يضمن تمثيل عادل عشان نضمن تمثيل عادل في هذه الحاله لازم يحصل تقسيمه تانية في قانون الدوائر في قانون تقسيم الدوائر لسه ما صدرش يحصل تقسيمه تانية داخل المحافظات يعني الدائره الجنوبيه دي مثلا اللي هي من الجيزه لغايه اسوان لازم ال 45 مقعد يعاد تقسيمهم مره اخرى على المحافظات حسب عدد السكان وعدد الناخبين والمساحات اللي هي الاعتبارات الثلاثه اللي حطوهم الدستور المعايير الثلاثه تمام فيبقى وده كان موجود في 21 مرأة يبقى 21 مرأة يبقى 6 مسيحيين يبقى 4 يبقى 4 يبقى 18 مسيحيين يبقى 12 شباب وهكذا التقسيمة الموجودة الحالية ويضاف لها تقسيمة تانية 6 من المنيا يعني الشكل الحالي اللي صدر فيه شبهة عدم دستورية من وجهة خلي الفكرة توصل ال- 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 في تقسيمة لل 45 مقعد مظبوط كده؟ مظبوط المفروض يكون في تقسيمة مقابلة ليها وتبقى دايرة الكلمات المتقاطعة يعني لازم يبقى تقسيم زي ما هو جسم أفقي فئوي وطائفي لازم يجسم إقليمي تمام لازم يجسم إقليمي تقسيم رأسي طائفي وفئوي نوعي مش طائفي لا هو طائفي انت اعتبرته طائفي طائفي مش طوائف مش كل حد في دول فئة أو طائفة فئة أو طائفة فئة أو طائفة هو أصلا مضمون الدستور ما كانش كده أساسا هو أصلا موضوع الكوتا ده في الدستور دي مسألة عشان التصويت يعني اتعملت عشان الناس تتراضى عشان تروح تقول نعم يعني طيب يعني الأحزاب ازاي هتضغط من أجل تحسين موقفها ومن أجل الضغط على الرئيس المقبل هو يعني احنا في الوقت شايفين انه حتى هذا النص هذا القانون أو المشروع القانون هو حتى يخالف روحه وفلسفة الدستور نفسه لأنه باب نظام الحكم في الدستور واضح جدا انت رئيس الوزراء لازم يأتي من حزب الأكثرية أو الأغلبية فانت بحكم هذا البتاع المفروض انه قانونك القوانين اللي تصدرها تتماشى مع روح الدستور ان يكون هناك تقدر تعمل احزاب تقدر تشكل حكومه لانه الخطر الشديد عند هذا مقصود في وجهه نظرك انا مش عارف ده مقصود ولا لا ما هو لا ده خطرته بقى ان لو كان مقصود لاسباب سياسيه لانه هنا في حاله فراغ منصب رئيس الجمهوريه لو لم تكن هناك ائتلاف حزبي سياسي قوي يمسك البلد الاخوان المسلمين هيخش يملوا الفراغ تاني ولذلك لابد انك انت زي ما احنا بنقول عندنا ضعف في التعليم عندنا ضعف في الصحة عندنا ضعف في الأحزاب ما بنقولش لا قوي الأحزاب زي ما انت عاوز تقوي التعليم زي ما انت عاوز اديها الفرصة القانون اللي معمول ده قانون يعني فيه صعوبة شديدة جدا وبالذات في الكوتا اللي انا بسميها الكوتا انت ما جملتش الناس ده انت عملت لهم صعوبة يعني شاب اللي هينزل في القائمة الثانية 45 محافظة القاهرة بالكامل المنوفية بالكامل الدقهلية بالكامل القليوبية بالكامل الغربية بالكامل انه يمثل كل الدائرة دي واجيب شاب 6 شباب اقول لهم انزلوا اشتغلوا في الدائرة الواسعة دي ومولوا الحملة وصرفوا ومنهم كمان 21 امرأة يعني حضرتك تتوقعي انه في الصعيد مثلا
طبيعة مغلقة. موضوع المرأة ممثلة في القوائم وفي الصعيد، يعني ده انا اعتقد انه ممكن يحصل ابطال كتير في الصعيد. يعني انتوا حزب الوفد وعندكم موقف كده هنقول انه هو ضد مشاركة النساء؟ انا مش ضد مشاركة النساء، انا بقول حط الكوتا، انا قابلها وحط ال 21 امرأة، بالعكس انا مش ضد الكوتا، انما حط لي معاها 30% قوائم عشان حتى يقدر يخش شخصيات سياسية تقدر تشيل كمان حتى القايمة، ما القايمة فيها مصاريف وفيها جهد. هل القايمة نصها مرأة هتقدر تشتغل في محافظات يعني طبيعتها؟ هو على كل الأحوال دي رؤية سريعة دون الدخول في تفاصيل كثيرة، لكن ما نخرج بها منه إن موضوع القانون الذي صدر قبل ساعات يوم الخميس الماضي لازال يثير نفس الجدل وربما بشكل أوسع. فهل هيكون ده المشروع الأول أو الجدل الأول على مائدة الرئيس الجديد بعد أن يتولى منصبه بعد ساعات قليلة من الآن؟ مؤكد أنه جدل مرشح للتصاعد، ومؤكد أننا مستمرين معكم أيضا في مناقشة هذه القضية. لكن لهذه الدقائق اسمحوا لي أن أشكر ضيفي على الهواء مباشرة. بشكر الأستاذ ياسر حسان عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بشكر الأستاذ محمد خليفة عضو مجلس الشعب سابق وصاحب مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي يرى أن القانون الحالي استلهم مشروعه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غدا يوم آخر في مصر إن شاء الله يكون يوم أفضل حتى ألتقيكم فيه. هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا منى سلمان، إلى اللقاء.